بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة النقيب، أساتذتي الأفاضل الأجلاء، زملائي الأعزاء، تحية فخر وإعزاز وتقدير لشخوصكم جميعا. قد جئنا اليوم لنتشارك معا الحوار المفتوح مع سيادة النقيب سامح عاشور من أجل مواجهة التحديات والصعوبات حول رسالة المحاماة. وأقول لحضراتكم جميعاً أن تاريخ المحاماة سيقف طويلاً أمام ما قام به السيد الأستاذ سامح عاشور من التصدي لمشكلة تنقيط جداول المحاماة وقصرها على المشتغلين، وهي المشكلة التي حار فيها عتات المشتغلين بالعمل النقابي. ولا أدل على ذلك من أن هذه المشكلة أشار إليها فقيه مصر الأكبر عبد الرزاق باشا السنهوري عام 1936. وإني أعتقد أن القضية الأساسية التي يجب أن يهتم بها شباب المحامين هي الوقوف صفاً واحداً جنباً إلى جنب لاستمرار الأستاذ سامح عاشور كي يكمل رسالته التي بدأها نحو إعلاء دور نقابة المحامين والمحامين. زملائي الأعزاء، إن الأيام والتجربة أثبتت أن السيد الأستاذ سامح عاشور هو صمام أمان لنقابة المحامين. فليس الشأن في النقيب المهني أن يتخذ مواقفاً عنترية، وإنما الشأن أن يتخذ مواقفاً تعود على نقابتنا وأبنائها بالنفع العام. أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الكرام الحضور، لا يمكن أن ننسى للأستاذ سامح عاشور موقفه الشرس القوي من قضية تنقيط جداول المحامين وصلابته في الدفاع عن استرداد مبالغ أتعاب المحاماة من وزارة العدل والعمل الدؤوب نحو رفعة وتقدم وازدهار نقابة المحامين والمحامين. سيادة النقيب، سعدنا بك في الأسكندرية، وسنسعد بحوارك مع شباب محامين العاصمة الثانية، ولن أطيل لأن الجميع قطعاً يطوق شوقاً لحواركم الكريم. فليبدأ الحوار المفتوح وتبدأ الفعاليات حول إطراح الرؤى والأفكار والأطروحات حول مواجهة الصعوبات والتحديات حول رسالة المحاماة. شكراً سيادة النقيب، شكراً أساتذتي الأفاضل الأجلاء، شكراً زملائي الأعزاء. منذ عام مضى بدأنا العمل على خدمة زملائنا المحامين من أصحاب أعظم مهن التاريخ. بدأت بلا قيود ولم نعاني كلل، ولم يحبطنا ملل. رفضنا بقوة أن نعمل تحت ولاية أو إشراف أي كائن كان، وأعلناها منذ الوهلة الأولى وبكل صراحة أننا لن نعمل إلا في ظل النقابة العامة، ولن نعمل إلا لخدمة جموع المحامين ورفعة وارتقاء مهنة المحاماة. ومنذ شروق شمس الحركة ولم تتخلى عنا النقابة العامة نقيباً وأعضاءً. فنحن شباب أرادة التغيير، وها نحن نغير. شباب ترك الأحقاد والخلافات جانباً وبحث عن التجديد وسعى للتطوير. ساندتنا نقابتنا وما زالت تدعم وتساند وتؤيد مشاركة الشباب. الشباب هم العنصر الأقوى والفعال داخل المجتمع. إن ما يحدث وما نشهده الآن أكبر دليل على تبني النقابة العامة للشباب وفكر التغيير الذي أرادوه. دعونا نرحب برمز المحاماة الأول وفارس قلعة الحقوق والحريات الأقدر، رجل سبق غيره، عرف كيف يتعامل مع الأزمات والمواقف، وساند ودعم الاستقرار والتقدم.
لم يسمح لأحد باستغلال الشباب، ساندهم وأيدهم ودعمهم. جاء اليوم داعما ومساندا لفرسان المستقبل، لمن سيحملون الراية من بعده. وإنما يحدث اليوم لهو أبهى صور المشاركة الشبابية برعاية النقابة العامة. تحية أدب واحترام لمعالي النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب السيد سامح عاشور. اليوم جاء النقيب العام بسعة صدر تسع الجميع ليسمع من أبنائه. اليوم ترفرف عبارات السلام والترحيب لكل من أنار مجلسنا وشرفنا بحضورهم إلى ملتقى عظيم في محطة تاريخية سوف يسجلها التاريخ بحروف من ذهب، لما فيها من اجتماع لإرادات فرسان يحمل راية واحدة ألا وهي المحاماة. فالمحاماة فروسية لا يلتحف برداؤها إلا فارس نزيه وشجاع، وأولئك الفرسان قد اجتمعوا اليوم أجل أن يثبتوا للجميع أن راية المحاماة لا ولن تسقط أبدا. فرسان شباب قد تطلعوا إلى استعادة مجد مهنتهم العريقة بأن يتوحدوا على قلب رجل واحد ليحققوا أهدافهم. فتحية، تحية لجميع الفرسان الحاضرين الذين بهم نطمئن على مستقبل مهنتنا العظيمة. أيها الفرسان، في سبيل تحقيق أهدافكم وإجابة من النقيب العام قد لبى دعوتكم في لقاء بناء نسعى فيه جميعا بأن نخرج منه بثمار جديدة تكون أساسا لتحقيق ما نريد.